مرة أخرى بنشكر الداخلية، ولكن النادي الأهلي أيضا النهاردة نزل بيان: الداخلية قدمت كل الدعم والمساندة للأهلي وجماهيره، والنادي يتوجه بالشكر. النهاردة كمان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب أرسل خطابا إلى السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يوجه فيه الشكر والتحية لكل رجال الأمن الأفاضل وعلى رأسهم السيد الوزير، بعد تقديم كل الدعم والمساندة للنادي الأهلي وجماهيره في مباراة الهلال السوداني أمس في ختام دور المجموعات من دوري رابطة الأبطال. جاء في الخطاب تأكيد النادي على عظيم امتنانه لما قامت به وزارة الداخلية من مساندة في هذه المباراة، بدأت بموافقة معالي الوزير على السماح بحضور 50,000 مشجع ساعدوا الفريق على تحقيق الفوز، فضلا عما لاقته جماهير النادي الأهلي من تعاون وتعامل راقي من رجال الأمن عند الدخول والخروج من بوابات الاستاد وفي المدرجات. وكان هناك تناغم بين كل عناصر المنظومة ساهم في نجاح المباراة وخروجها بالشكل الذي يليق بمصر وقدرتها على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية. الحقيقة مرة أخرى ومرة للمرة المليون كلنا بنشكر سيادة اللواء وزير الداخلية على كل هذه الأمور الرائعة اللي حصلت، علشان بجد أنا كل الجمهور يا عبد الرحمن بيكلموني بيقولوا لي اشكر لنا وزاره الداخليه. طبعا بعد السلاسه بتاعت الدخول والخروج وعدم حدوث اي مشاكل في المباراه، مظبوط، اكيد كل الشكر لوزاره الداخليه بالكامل وافراد وزاره الداخليه اللي كانوا في الاستاد امبارح كلهم. بصراحه كابتن في تعاون كبير جدا وفي بساطه في التعامل مع الناس حقيقي، فكل الشكر ليهم طبعا، ونتمنى ان هم بعد كده كمان يبقوا موجودين في المباريات اللي فيها جماهير كتيره بالشكل ده وبنفس الاداء ده. الحقيقه حاجه ممتازه جدا 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 يا كابتن يعني.